نتمنى ان شاء الله هذه التظاهره تقدم للتلاميذ المتمدرسين وحتى الغير متمدرسين جميع كافه الجمهور، يعطيهم معرفه وافاق حول بناء المشروع الشخصي المهني او الدراسي. اليوم حضرنا باش نفتحوا افاق جديده لمهن مستقبليه جديده كمطور ويب ولا كتصميم جرافيك ولا غيره. احنا رانا جبنا هنا نعرفوا الشباب اللي حابين يروحوا للمجالات هذه، معناها نقدروا نوجهوهم ونقدروا نعطوهم المعلومات اللي يحتاجوها. شاركنا اليوم في الابواب المفتوحه للتوجيه المدرسي، هو مشاركه مهمه لكي نعرف التلاميذ المتمدرسين على المقاولاتيه وافاقها كخيار جديد لمستقبلهم، يعني ليس الا يعني المسار الكلاسيكي، هناك مسار جديد وهي المقاولاتيه اللي يقدروا يأسسوا اعمالهم.